انطلقت فعاليات مهرجان السائح الصغير المركزي الثالث على المدرج الروماني في مدينة جبلة باللاذقية الذي تقيمه وزارة السياحة ومنظمة طلائع البعث بمناسبة يوم السياحة العالمي. يشارك في هذا المهرجان مجموعة من رفاقنا من حوالي 8 محافظات يقدمون فيها لوحات تراثية وشعبية ووطنية يعبرون فيها عن تماسكهم وحبهم لوطنهم ولسيد الوطن القائد المفدى بشار الأسد. ونقول لأعداء هذا الوطن أننا لن نقف لن نخاف من إرهابكم، سنبني هذا الوطن بجهد جميع أبناء هذا الوطن. رسالتنا اليوم هي رسالة فرح ومحبة. اليوم اللاذقية تفتح ذراعها لكي تضم أطفال سوريا الحبيبة الذين قدموا من معظم محافظات سوريا. يعني فرح الطفولة اليوم يشعل فينا جذوة الأمل. هؤلاء الأطفال الذين جاءوا ليعبرون عن فرحهم بهذا الوطن بانتصارات جيشنا العظيم قدموا لوحات فنية رائعة جدا من الفولكلور ومن الفنون الشعبية. تميزت هذه اللوحات بطابع الفرح الطفولي فكانت عرسا حقيقيا جماهيريا. الحقيقة اليوم نحن كنا بهالمشاركة الحلوة هي مظهر لمظاهر النصر لسوريا. نعم بدء من هالأيام هاي اللي نحن عم نشوفها كلها نصر سوريا بهالاحتفالات الأطفال. مشاركة فرح حمص كباقي الفروع بمهرجان السائح الصغير اللي بتقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة طلائع البعث. نحن بهالاحتفال هذا بهالكرنفال هذا شاركنا كل أطفال سوريا فرحون فرح نصر وفرح خير بإذن الله تعالى لبلدنا. تضمنت فعاليات افتتاح المهرجان فقرات فنية تراثية ووطنية حيث قدم أطفال طلائع اللاذقية فقرات باليه وغناء جماعي وإفرادي فيما قدم أطفال فرع القنيطرة فقرة تراثية شركسية وأطفال طلائع حمص فقرة رقص سماح وأطفال فرع طرطوس فقرة عرس شعبية. أنا من محافظة طرطوس اليوم شاركت بمسرحية اسمها العرس الريفي كنت المستوى. اشتركت بالعرس الريفي من طرطوس. اليوم شاركت مسرحية عن العرس الريفي كنت أنا ويا العرو. لعمت بخير سوريا وإن شاء الله يا رب تضل بخير والوطن يضل بخير وترجع سوريا مثل ما كانت وأحسن نحن اليوم شاركنا بمهرجان السائح الصغير من فرع اللاذقية. انبسطنا كتير ومدرستنا بتجنن وانبسطنا يعني عن جد كتير. نحن من فرع اللاذقية اليوم بسائح الصغير كان كتير يوم حلو بجنن. أنا عاصمة التاريخ ولا تاريخ بدوني. أنا موضوع محمد ودرب المسيح في عيوني. أنا الحافظ أنا الصالح أنا الوليد أنا هنان أنا السلطان أنا البشار يا غرب اسمعوني. الترويج السياحي للمواقع الأثرية وتعريف الأطفال بالفولكلور والأزياء الشعبية وحضارة سوريا وأبجدية رأس شمرة وغرس مفاهيم حب الوطن والتمسك بالأرض كان الهدف الرئيسي من المهرجان.